Thank you, Chair. السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيدة الأمينة العامة المنتخبة، أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء، الحضور الكرام، طاب صباحكم. إنه لشرف عظيم وامتياز بالغ أن أحظى بفرصة لقائي ومخاطبة هذا الجمع الموقر من رواد التصور والاستشراف في مجال إعداد وتنفيذ السياسات الموجهة لتطوير قطاع الاتصالات وترقية استخدامات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العالم ضمن هذا الفضاء الخصب للتشاور وتبادل الرؤى والخبرات الذي يتيحه الاتحاد الدولي للاتصالات. وأود في المستهل أن أتوجه بخالص التحيات إلى كافة الحاضرين الأفاضل وبجزيل الشكر لدولة رومانيا على كرم الضيافة ولجميع القائمين على حسن تنظيم هذا الاستحقاق الهام. السيدات الكريمات، السادة الأكارم، إن البشرية مدعوة في سياق التحولات الجيوستراتيجية المناخية والتكنولوجية الراهنة وبشكل أعتى حدة مما سلف، مدعوة لرفع تحديات تنموية أكثر تعقيداً فرضتها ندرة الموارد طبيعية كانت أو مالية، وما يقابلها من ارتفاع مضطرد احتياجات المواطنين الذين أضحوا أكثر انتقاء وتطلعا لجودة الخدمات العمومية. إن لقاءنا اليوم سانحة فريدة للاطلاع على التجارب والاستفادة من الممارسات الحميدة أستسمحكم في اغتنامها لمشاركتكم باقتضاب المحاور الرئيسية للمقاربة المتكاملة التي اعتمدها بلد الجزائر استجابة للمتطلبات الوطنية وانسجاما مع مقتضيات التعاون الجهوي والدولي لجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام محركا نافذا لجعل قطاع الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام محركا دافعا ورافضا قويا في صلب النموذج التنموي الذي حدد معالمه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نمط يتبوأ فيه الاعتناء بالإنسان والحرص على الارتقاء برفاهيته مكانة مركزية تماشيا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق ينصب نشاطنا على توصيل كل مواطنين أفرادا كانوا أو متعاملين اقتصاديين أو أي مؤسسة كانت، توصيلهم بشبكة الاتصالات على نحو متكافئ قصد تمكين كل مواطن من الاستفادة من مزايا التكنولوجيات الرقمية وتسهيلاتها مع تشجيع اندماجه في مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة، فضلا عن منحه فرصة المساهمة فعليا في إنجاح النموذج التنموي التشاركي المنشود. وفي هذا الإطار وكجزء مفصلي من مخطط عملنا، فإننا نستهدف من خلال استثمارات معتبرة تمت تعبئتها وأثمرت لحد الآن أو لحد الساعة بإحداث قفزة نوعية في شق التوصيل والنفاذ، نستهدف أقول توصيل واشتراك ثلثي الأسر الجزائرية بشبكة الأنترنت الثابتة ذات التدفق العالي والعالي جدا بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يعادل 6 ملايين أسرة، وهذا بالاستناد أولويا على تكنولوجيات الإلياف البصرية. وإلى جانب هذا الهدف الطموح والنتائج المشجعة المحققة، أكثر من 4.5 مليون مشترك في الأنترنت الثابت حتى اليوم في الجزائر، فإن مكاسب الجزائر في مجال قدرات الإنترنت النقال قد بلغت مستويات أعلى من المعدل العالمي، حيث بلغ عدد المستفيدين من الأنترنت النقال ما يفوق 40 مليون مشترك، وهو ما يمثل نسبة 90% من تعداد السكان. ولأن الجزائر تعد بوابة لإفريقيا بحكم إمكاناتها وموقعها والتزامها تجاه القارة، فإنها تسعى باستمرار إلى تطوير قدرات عرض النطاق الدولي الذي تضاعف في السنوات الأخيرة ليمثل حوالي 15% من إجمالي عرض النطاق الذي يربط إفريقيا بأوروبا، والعمل جار لرفعه أكثر.
أما في شق التعاون مع الشركاء الدوليين والجهويين وبعد إنجازها لأكثر من 2500 كيلومتر من الألياف البصرية بين الجزائر العاصمة والحدود الجزائرية النيجيرية وخط فرعي يمتد إلى الحدود الجزائرية الموريتانية، تعكف الجزائر بإرادة ثابتة على تجسيد مشروع الوصلة المحورية العابرة للصحراء ذات الألياف البصرية، تقوية للتضامن والاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية. تلكم بعض المعطيات في حوصلة جد مختصرة عن المكاسب والإنجازات التي حققتها بلادي في ميدان تدعيم وتطوير البنية التحتية للاتصالات، متمنيا النجاح لأشغالنا ومتطلعا لمخرجات مثمرة. أشكركم على كرم الإصغاء.